السلام عليكم. مساء الخير جميعا. انا محمد القرعاوي، خريج من الجامعه، دفعتي 27 سوفت وير انجينير، والحين شغال في شركه علم بالرياض. قبل ما ابدا بس بقول لكم انه الوضع is just free، اللي بيتكلم عنده اي سؤال يقاطعني باي وقت، اذا في شيء مو واضح اسكني على طول. انا حاضر بالخدمه. قبل ما ابدا ابي بس وش الامبريشن اللي عندكم؟ راح نتكلم عن ايش اليوم؟ اوكي، هذا جزء منها. سم اوكي بعد سوفت وير انجينيرنج، حلو ممتاز زي ما قلنا. بس في شيء مهم قبل ما اتكلم عنه، قبل ما ابدا في اي شيء، الطياره. طيب لما يكون هذا جناح الطياره، شوفوا معي كذا، ونبغى نقصهم من الجنب، راح يكون شكله بهالشكل. حلو، في ساينتفك فاكت وحقيقه علميه انه لما يجي الهواء من هنا راح ينفصل بهالطريق. حلو، فلو اخذنا اي بارتكل او اي جزئيه من الهواء هنا وانفصلوا اثنين، كلهم راح يوصلوا بنفس الوقت هنا، لكن بسرعات مختلفه، لان المسافه هنا اطول. متفقين معي ان المسافه هذه اطول من المسافه اللي تحت؟ اذا كانوا بيوصلوا بنفس الوقت، ايش معناته؟ السرعه راح تطول. يعني لو قلنا البارتكل هذا والبارتكل اللي هنا من الاير، كلهم راح يوصلوا بنفس الوقت هنا، لكن اللي بيقطع مسافه اطول لازم يكون اسرع. حلو، لو اخذتها بالعكس بالمقلوب راح يكون اللي اسرع اللي تحت، صح؟ بالتجارب وبالريسيرش باستخدام الرياضيات والعلوم الاساسيه، توصلوا العلماء انه لما تزداد السرعه البريشر يرتفع، الضغط يرتفع، فراح يكون في فرق بالضغط. هنا الضغط اعلى والضغط منخفض فوق، انتهى الموضوع. هنا ساينس، هذا علم، هذه معلومه، كيف تستخدمها كساينتست ما له دخل، يقول انا ما لي دخل كيف تستخدم هالشيء، هذه فاكت علميه امسك خلاص. انا كساينتست على موف اون، بروح لشيء ثاني، راح اسوي ريسيرش ثاني وراح اكتشف اشياء ثانيه. كيف تطبق هالشيء انا ما يهمني كساينتست. اذكر واحد من الشباب كان في MIT يدرس، حضر ثيسس الطالب PhD، فالطالب اكتشف قانون نيو فورمولا في الماثماتكس وعرضها وسوى لها اثبات علمي وخطواته قدام الناس وعرض الثيسس. بعدين لما خلص قال له واحد، كيف بس نستخدم هذه، كيف نطبق هذه؟ احنا كلنا عارفين ان التكامل كم بدا بال 16th century، 1600 او 1700 مو متاكد بالضبط، بس شيء قديم. الابلكيشنز حقته انك تحسب الحجم، تحسب المساحه، شيء قريب. يعني صار في فتره في ساينس، بس ما مو معروف كيف يستخدم. الطياره هنا هذا ساينس، مو معروف ايش يستخدم. الطالب اللي في MIT لما سالوا واحد من الحضور ايش الابلكيشنز للشيء هذا، قال انا مو انجينير، انا ساينتست، انا كل اللي اسويه اني راح اكتشف شيء والموف اون، راح اطور العلم نفسه وراح الموف اون، ما يهمني كيف يستخدم. احد يقول لي هالشيء كيف راح يستخدم؟ الطيران، الطياره تطير بهالشكل، لما تبدا تمشي تسرع تسرع تسرع، الهواء يجي، الهواء اللي تحت تزداد السرعه، يزداد الضغط، تبدا ترتفع الطياره، as easy as that. مين اللي سوى الطياره؟ انجينيرز. مين اللي اخترع المبدا اللي يخلي الطياره تطير؟ هذا ساينتست. فانا ما ابغى اتكلم عن الفرق بين الكمبيوتر ساينس والسوفت وير انجينيرنج. اول شيء عشان نبدا نناقش هالموضوع لازم كلنا نصير فاهمين وكلنا مستوعبين الفرق بين الساينس والانجينيرنج. لكن من الاخطاء اللي تصير او مسكونسبشنز او من الاشياء اللي فاهمينها غلط احنا، انه التخصص هذا لما ادخل فيه كيف راح تكون وظيفتي؟ ايش راح اشتغل لما اتخرج؟ هذه المشكله. انا اقول لك كمبيوتر ساينتست او سوفت وير انجينير او كمبيوتر انجينير او الكتريك انجينير تعلم برمجه، كلهم يتخرجون يشتغلون مبرمج بالاخير، مو يقدرون يسوون هالشيء. الموضوع مو الفرق مو بين انه هذا التخصص وين يوديني، الوظيفه تقدر تجيها باي طريقه. يعني انا اعرف واحد من الشباب تخرج من هنا الكتريك انجينير، الحين شغال كونسلتنج في استشارات في شركه ما لها اي دخل في الكتريك انجينيرنج، بس لقاها فرصه وراح. اقول له ما تحسفت، ما تحس انك ضيعت 5 سنين من عمرك؟ لا، تعلمت شيء حلو واستفدت منه والحين انا شغال كونسلتنج وهذا اللي ابي.
فلما بتختار تخصصك حط في بالك two things. أول شيء إيش البلان حقتك؟ وين تبغى تروح؟ الفرق بين الساينس والإنجنييرينج فرق عظيم، فرق كبير جدا. لكن مو معناته إنه كلهم بالأخير توظفوا بشكل مكان معين معناته إنه أوكي قريبين من بعض، لا. الساينس باث بعيد والإنجنييرينج باث بعيد، لكن تقدر في أي لحظة في حياتك إنك يو سويتش باث وتمشي حتى بعد ما تخرجت. يعني ما أذكر لما سوينا تيدكس اللي في الجامعة هنا تكلمت عن واحد اسمه أحمد سليم، شغال في أرامكو ماسك مشاريع نفط، بروجكت مانجر مدير مشاريع مشاريع نفط، صار له الحين تقريبا 30 سنة في أرامكو و 25 سنة في بي، منصبه عالي جدا. إيش الشهادة حقته؟ كمبيوتر ساينس، شغال على مشاريع نفط، لك كونستراكشن آبار نفط وحفر، هذا شغلته. بس اشتغل جلس يمكن 3 سنوات مع أرامكو، يقول كنت أبرمج انترفيس يترجم بين جهازين تو سيستمز، بس جلس بعد 3 سنوات قلت ما هذا اللي دي سويتش باث. هل معناته انه ضيع سنواته ولا المفروض انه دخل؟ لا. فالحين هو السويتش اللي تسويه ممكن يأثر عليك، بس مو نهاية العالم، مو الحلقة الأخيرة لأنك غيرت تخصصك في الجامعة، ومو الحلقة الأخيرة أنك بعد ما تخرجت اشتغلت في شيء ما له دخل التخصص، لا عادي. يعني ناس كثير تخرجوا بعدين قال ايه وسوى له شركة ما لها أي دخل. عصام الزامل حق ريمال اي تي كيميكال انجينيرينج، وشغال الحين عنده هو CEO الشركة كلها سوفتوير برودكتس. فبس حطوا في بالك من أول شيء مهما كان التخصص اللي راح تدخل في الجامعة it's never too late انك you switch majors, it's never too late انك you switch بعد ما تخرج بوظيفة ثانية. بس شيء حلو انك تكون عارف ايش تبي من الأول وتروح تسوي اللي تبيه. فكل اللي بقوله لكم انه لا تشيلون هم، just do اللي ترتاح له ولا تضغط على نفسك عشان لحد ثاني. فالحين we established at least الفرق بين engineering والساينس. راح اتكلم الحين عن الانجينيرينج in general. تكلمنا عن الساينس انك يوز ماثيماتكس فيزيكس كيمستري بيسك ساينس اللي هي العلوم الطبيعيه، بحيث انك تطور العلوم نفسها وتوصل الاكتشافات ممكن يكون لها تطبيقات في الواقع. الحين انجينيرينج in general. الانجينيرينج ابي احد منكم يعرف لي ايش الهندسه، اي واحد، وحتى لو تعريف يعني مش حالك اللي فاهم سم قلت هذا هذا نص الديفينيشن سم. اوكي حل مشكلات اكزاكتلي اكزاكتلي. فتستخدم العلم يو ابلاي الساينس طيب عشان تحل مشكلات بطريقه مرتبه، ذاتس انجينيرينج. راح اخذ الساينس راح احل فيه مشكله بطريقه معينه. ايش الطريقه المعينه؟ الباترن اللي راح اعطيكم اياه الحين، الخطوات اللي راح اعطيكم اياها تلقاها بالكيميكال انجينيرينج، سوفت وير انجينيرينج، الكتريك انجينيرينج، اندستريال انجينيرينج، اي هندسه اي تخصص هندسه راح تشوف فيها الخطوات. فكروا معي، احد عارف ايه الخطوات اللي نمر فيها باللايف سايكل حقت اي مشروع؟ اوكي اوكي جيد. الى الان انت ريكويرمنت ديزاين، انت كنت فاهم ديزاين قصدك صح؟ اوكي ديزاين. معليش بالشباب حطوا في بالكم انا ما ابغى سوفت وير انجينيرنج، ابغى انجينيرنج ان جنرال. واللي بسوفت وير انجينيرنج ابلايز على انجينيرنج، بس ابغى يكون التفكير شوي ابستراكت. ايش بعده؟ تست. ايش؟ اي يو تست الديزاين. طيب انت ما سويت شيء للان، في احد توقع الابلاينج اللي هو اكسكيوشن اللي هو الديفلوبمنت التطبيق. اكزاكتلي ابلاينج. فهنا في اكسكيوشن، هنقول ابلاينج عشان يكون، بعدين تستنج. طيب خلينا نقول لي انا ابغى ابني بيت، حلو، انا مو مهندس انا بس ابغى ابني بيت، خلينا نقول لي انا طبيب. اول شيء عندي متطلبات، ما حد يقدر يجيبني لي البيت فجاه ويقول هذا البيت ادخل فيه. اذا انا عندي في بالي شيء هذا الريكويرمنت حقتي، هذه متطلباتي. انا ابغى البيت يكون والله دورين، ابغى الدور اللي تحت مقسم كذا غرفه،
ابغى نوع مثلا ابغى الحاش حقي يكون فيه حديقه، ابغى فيه مسبح، لا ما ابغى فيه مسبح، ابغى فيه قبو، القبو ابغى فيه المسبح. تقدر تكون واضح جدا، بس ابغى بيت دورين، بيت دورين خلاص اعطيك بيت دورين، هذا كبره ولا بيت دورين مثلا 1000 متر مربع. فهنا كل التفاصيل والديتيلز حقت الريكويرمنت تكون في الفيز هذا، في الخطوه هذه. بعدين الديزاين لما جلس معي احد واخذ مني بالضبط ايش ابغى، راح يرسم المخطط حق البيت اللي هو البلو برنت، كلنا عارفينه صح، مخطط البيت اللي هو الديزاين. بعدين طبعا ام سوري الابلاين، طبعا في بروجكت مانجر فوق، في مدير مشروع حلو، هو اللي راح اللي هو المقاول ان ذس كيس، راح يمسك الناس اللي تبني اللي هم ان ذا كيس السوفتوير انجينيرنج اللي هم المبرمجين، لانهم هم اللي راح يبنون السيستم، بعدين راح يبنون البيت، بعدين اخر شيء راح لازم يختبرون التربه، يختبرون المواد، يختبرون هل البيت يتحمل مثلا الظروف المناخيه، هل البيت هو نفسه اللي انا ابغى، يعني ممكن خلاص انا اخذت منك ريكويرمنتس، اي ديزايد اي ابلايد، بعدين قلت لك ادخل. طب اوكي اي نيد تو تيست، هل هو زي ما ابغى؟ ليش المسبح في السطح مو تحت في القبو؟ ليش مثلا ما في غرف نوم فوق؟ ليش ما في دورات مياه؟ الديتيلز هذه هنا التست. يو تيست او في شيء معين اسمه يو اي تي، يوزر اكسبتنس تيستينج، هل اليوزر او الكلاينت حقك او الزبون راضي هذا اللي يبغاه؟ في السوفت وير انجينيرنج بعد ما تخلص السيستم تروح لليوزر، احنا نسويها في الشركه الان، انا راح اخر المحاضره بس بتكلم عن اللي اسويه بالدوام، بس من الاشياء هذه نروح لليوزر نفسه نقول له هذا اللي تبيه، استخدم السيستم، لما يستخدم يقول لا مو هذا اللي انا ابغاه. لما يكون في غلط او مثلا لما يكون في غلط، خلينا بعيد عن السوفت وير انجينير، نرجع في البيت اللي قاعدين نبنيه، لما يكون في غلط نرجع نشوف الغلط وين، هل الغلط كان في الريكويرمنتس كابتشرنج، انا ما شفت الريكويرمنت صح، هل انا اخذت الريكويرمنت بس ما حطيتها في الديزاين، هل انا سويتها في الديزاين لكن المقاول ما شافها وما بنى ولا الشيء. فيو كان سي لما يكون في غلط هنا راح يوصل الى هنا، لما يكون في غلط هنا راح يوصل الى هنا، لما يكون في غلط اول شيء راح يكون الريكويرمنتس غلط، ديزاينك غلط، التطبيق حقك غلط، والتستنج حقك غلط. فدايم يو شود تشيك، يو شود تيست من اول شيء، تتاكد اول ما تخلص الريكويرمنتس تتاكد معاه هل هذا اللي انت تبغاه، اسمه فاليديشن، يو فاليديت، تتاكد هذا المطلوب، هذا اللي انت في بالك. سمتايمز ممكن اليوزر او اللي يبني البيت ممكن يعطيك شيء بس هو مو متاكد منه، او مثلا يقول لك جمله جدا يعني جينيريك او عامه، مثلا يقول لك ابغى البيت يكون وسيع، وش وسيع انت كم عندك ولد، واحد ولا 12 ولد؟ 12 ولد ممكن يكون بيت وسيع، الولد واحد اذا كانت العائله كبيره يكون ضيق عليهم، فلازم تكون واضح. هنا از ان انجينير لازم تسال اسئله واضحه، لازم تسال، تروح تدور اي شيء في غموض تسال عنه. بعدين في الديزاين اذا تاكدت ان كل الريكويرمنت اللي عندك صح، لازم يو ديزاين بطريقه صح، تتاكد هل هو مطابق للريكويرمنت، بعدين تروح تبني البيت. في واحد جالس يشيك معاه الديزاين يقول طيب ليش في جدار هنا، في الديزاين ما في جدار، لازم تتاكد. اخر شيء في التستينج نصير خلصنا. مين اللي قاعد يشيك على الموضوع كامل هذا؟ هو البروجكت مانجر، عنده ثلاث اشياء. احد يعرف لو كنت مدير مشروع ايش اهم الاشياء عندك؟ سم حلو ممتاز، بس هذه خطوه تحقق هدف، ايش اهم الاهداف؟ النجاح، ام سوري الكواليتي، اكزاكتلي اللي هو النجاح. بس النجاح له ثلاث اشياء اساسيه تخليك تعرف ان هذا الشيء ناجح، الكواليتي، وشيء ثاني خطه. طيب الخطه نفس تكون الفريق، توصل كل شيء، تايم وبجت، الكوست والتايم والسكوب، او اللي هو الكواليتي، او انك سويت اللي يبغى العميل ولا لا. نجاح المشروع ممكن انا اسوي لك اللي تبغاه بالضبط بس بعد 12 سنه ما صار مشروع ناجح، ممكن انا اسوي لك اياه على الوقت اللي تبي بس بدل ما يكلف 300,000 كلفك 1,200,000، هذا مو مشروع ناجح. فعندك 3 things: الكوست، تايم، سكوب. طبعا الكورس، في كورس في الجامعه، طبعا انا جالس احاول اشرح كل شيء على الترمينولوجي حقت الجامعه والكورس حقت الجامعه. اذا تدخل سوفت وير انجينيرنج راح تاخذ هنا كورس SWE 215، راح هنا تاخذ كورس SWE
360. راح تاخذ هنا ايش الفلاين بروجرامر، راح تاخذ اي سي اس 102 201 وداتابيس 324 وانترفيس ديزاين 312 و 363 سوفت وير انجينيرنج 363 اللي هو الويب ديفلوبمنت. ذكريات. راح تمر على كورسز كثير. طيب هنا راح تاخذ كورس سوفت وير انجينيرنج 326 اللي هو تستنج. طيب انا تخرجت من الجامعه ديفلوبر، دخلت كمبيوتر ساينس وديفلوبر. في من اكبر الاغلاط اللي كانت تضيق صدري ايام الجامعه لما احد يقول اه انا داخل كمبيوتر ساينس تبي تصير مبرمج، لا مو لازم تصير مبرمج اذا كنت كمبيوتر ساينس، انت ساينتست تقدر تكمل ماجستير تكمل دكتوراه تكتشف شيء يغير الانترنت كامل، يغير التكنولوجي بشكل عام. اعطيك شيء ساينتست سواه الايفكت حقه قاعد مغير حياتنا الحين، جوجل. وايش صار في جوجل؟ الالجوريثم اكزاكت، الخوارزميه. ايش صار؟ ايش فيك؟ ايش كان فيه قبل جوجل تذكرون؟ التا فيستا. اين كان فيه سيرش انجن عربي؟ اين ياهو؟ اشياء بينج لما طلع الحين، في اشياء كثير موجوده كومبيتيشن لجوجل. ايش يخلي جوجل احسن شيء؟ السرعه. اكزاكتلي، الشمول، دقه، السرعه، الريزلت مثلا اكزاكتلي عدد الريزلت النتائج. شفت كل هالاشياء هذه؟ هذه نفس جناح الطياره، هذه نفس جناح الطياره. اعطيك الفرق بين الفرق بين الالجوريثم حق جوجل مثلا اللي هو خوارزميه جوجل وخوارزميه مثلا اين. طبعا راح افصل ايش الخوارزميه الحين للي ما عارفها، بس الفرق بينهم هو نفس الفرق لما جاك ساينتست قال طيب الحين لما تسوي لي شرايح مايله بهالشكل وتخليهم يلفون راح يكون فيه قوه دفع من تحت وراح ترتفع الهليكوبتر. وجا ساينتست واحد ثاني قال اذا خليتها تمشي بهالشكل ويجيها الهواء راح ترتفع بهالشكل. تو ديفرنت ساينسز كلهم يعتمدون بالاخير على سالفه البريشر والسرعه، لكن هذا قال لك لا خليها تمشي بهالشكل راح ترتفع. الثاني يقول خلي المروحه تدور وراح يجيها الهواء وراح ترتفع بشويش. هذا الفرق الابلكيشن او فرق بسيط في الساينس. هاو تو ابلاي ات، هذا الفرق. فجوجل مثلا اللي سواه ساينتست، كمبيوتر ساينتست هم اللي طلعوا بالالجوريثم اللي راحت اخذته جوجل وسوت سيرش انجن. سيرش انجن صقع بالدنيا وجاب لها فلوس، سوت جيميل، سوت الابلكيشنز اللي كلها قاعدين نشوفها، سوت الاوبريتنج سيستمز. فيو كان سي كيف انه الساينتست لما يسوون شيء اتس نوت جست بروجرامينج. في ناس معانا في الشركه ما عندهم شهاده مبرمجين، ومن احسن المبرمجين بالشركه، ومن احسن المبرمجين بالسعوديه، ذير جود. بس مو لازم نروح يدرس كمبيوتر ساينس عشان يصير مبرمج، لا. مو لازم تدرس سوفت وير انجينير عشان تصير مبرمج. بس اللي قاعد يصير انت في مجال الكمبيوتر فتقدر تعرف برمجه. انا اعرف ابرمج الحين، اعرف ابرمج جافا، بي اتش بي، سي اس اس، اتش تي ام ال، جي اس بي، كلهم درستهم. بس لما تخرجت قلت ما ابغى ابرمج، في ناس احسن مني وفي ناس يستهون هالشيء. فرحت لمجال ثاني في السوفت وير انجينير، في الريكويرمنت سبيسيفيكلي بزنس اناليسيس. فاللي ابغى اوضحه مره، كمبيوتر ساينس مو بس بروجرامينج، اي شيء. حتى لو كان في واحد هنا في الجامعه من الشباب اندستري انجينير، كان في الكلب حق الكمبيوتر ساينس حق الجامعه وكان يبرمج، وهو وقت الدراسه يدرس اندستري انجينيرنج كان يسوي ابلكيشنز ويطلعها على اب ستور. تخرج شغال الحين مبرمج لانه استهوى الموضوع. فيو كان ورك في اي مجال تبغاه من غير ما تكون عندك المؤهلات، لانه الشهاده اللي تدرسها في الجامعه مؤهل. تقدر تاخذ المؤهل حتى بالتجارب، تقدر تاخذ دوره لما تطلع من الجامعه وخلاص خلصنا. فهذه الكورسز اللي راح تاخذها في الجامعه تاهلك انك تكون سوفت وير انجينير. طبعا يو كان سي في كروس سكشن كبير مره بين السوفت وير انجينير والكمبيوتر ساينس بالكورسز. يعني اصلا لو كنت ماشي سوفت وير انجينيرنج بعدين قلت بحاول كمبيوتر ساينس ما راح تتاخر بالخطه كثير ترى، يعني ما راح تتاخر كثير ابد، لانه كثير من نص الكريكلم حقنا اللي درسناه في السوفت وير انجينيرنج كان كله كمبيوتر ساينس، اكثر من نص بعد تقريبا. يعني كورسات السوفت وير انجينيرنج قاعده على يدي، الكمبيوتر ساينس اكبر بكثير. ف اذا كان عندك انترست في الريسيرش، اذا كان عندك انترست في البحث، في تطوير العلوم، في الساينس بشكل عام، كمبيوتر ساينس از ذا واي تو جو.
بس لما تقول لا والله انا ابغى اكون ريسيرشر بس الفيلد حق السوفت وير انجينير عجبني فبكمل ماسترز وبي اتش دي في السوفت وير انجينيرنج واطور السوفت وير انجينيرنج هنيك اتليست يو نو ايش تبغى تسوي. ف put that in mind المين ديفرنس بين الساينس والانجينيرنج ريجاردلس هل كان الساينس هذا كمبيوتر ساينس ولا لا. واذا كنت ساينتست ميك شور انه الماثيماتكس الرياضيات راح تستخدمها كثير. غاليليو العالم said something انه the universe is a book written by the language of mathematics. فاذا انت ساينتست اعرف انك راح تستخدم الماثيماتكس. كمبيوتر ساينس كورس الالجوريثمز اللي هو ICS 353 الكورس هذا كله ماث كله ماث 253 254 هذه الجوريثمز فيها الجوريثمز شوي برضو بيور ماث اصلا اسمه ديسكريت ماثماتكس. الكورس ICS 253 و254 ماثماتكس رياضيات بس ديفرنت عن التكامل والتفاضل ماثماتكس ثانيه او فيلدز في الماثماتكس ثانيه راح تستخدمها كسوفت وير انجينير يو شود نو ذس ككمبيوتر ساينتست يو شود او كسوفت وير انجينير يو شود هاف ان ايديا اباوت هالشيء الالجوريثمز لازم تكون عندك الفكره بس ككمبيوتر ساينتست لازم تعرف الديتيلز والتفاصيل مو بس كيف تطبق هالشيء كيف تسوي هالشيء. يعني هو طريق هنا الكمبيوتر ساينتست كان ماشي بعدين وصلنا لشيء السوفت وير انجينير يكمل من هنا. الكمبيوتر ساينتست وصل للمعلومه هذه في ساينتست قبلنا وصل للمعلومه هذه. اذا انت انجينير ما يهمني مره كيف وصلوا لها يهمني كيف استخدمها. اذا انت تدرس كمبيوتر ساينس لا لازم تعرف الطريق هذا كامل وتجي هنا وما يضر انك تفكر ابلكيشنز وكسوفت وير انجينير ما يضر تتعلم كيف الموضوع صار بس الاساس انك انت طريقك كسوفت وير انجينير من بعد ما وصلت للمعلومه كيف تطبقها. الساينتست كيف توصل للمعلومه او كيف تكتشفها. هذه كلها تعتمد على الشغف على الفاشن. انت فاشن تبغى ايش عن الريسيرش كمبيوتر ساينس is the way to go. بس this is المين ايديا اوف السوفت وير الانجينيرنج ان جنرال والساينس ان جنرال. سوفت وير انجينيرنج هنا في كورس للبروجكت مانجمنت كم كان 37 صح 37. طيب هذا المين ديفرنس زي ما قلنا بين السوفت وير انجينيرنج والكمبيوتر ساينس اللي بتكلم عنه الحين الكمبيوترز ان جنرال. وين الكمبيوتر انجينيرنج؟ احد قد سمع عن الكمبيوتر انجينيرنج؟ ايش ما هي سوفت وير اكزاكتلي بس ترى الكمبيوتر انجينيرنج سم هي يعني سمعنا اكزاكتلي الكتريك انجينيرنج في هو في هندسه يعني اصلا كثير الالكتريك انجينيرنج في الجامعات برا والكمبيوتر ساينس يكونون في نفس الديبارتمنت مع الكمبيوتر انجينيرنج يكونون في نفس الديبارتمنت لان في كروس سكشن كبير بينهم في تقاطع كبير جدا. بس الحين اللي راح اتكلم عنه هو الكمبيوتر بشكل عام وراح تشوف وين السوفت وير انجينيرنج وين الكمبيوتر انجينيرنج. حد كان يبي صوره هذا موجود بالفيديو ليتس هوب انه شباب يفهمونه. وين الكمبيوتر ساينس فيتس الحين في توج قلنا شيء مهم جدا اللي هو الهاردوير والسوفتوير. الكمبيوتر اتسلف في هاردوير في ساينتستس يطورون الهاردوير في انجينيرز كمبيوتر انجينيرز ياخذون الساينس اللي ريليتد للهاردوير ويستخدمونه في ابلكيشنز. البروسيسر صارت اسرع الميموري صارت اكبر الاكتوال هاردوير في الجهاز. السوفتوير هو اللي راح يتركب على الهاردوير عشان الهاردوير اوبريتس بالطريقه اللي تبغاها. في اشياء مهمه جدا راح تدرسها لو كنت سوفتوير انجينير او كمبيوتر ساينتست او حتى لو كنت اكشلي كمبيوتر انجينير. خلينا نقول بروجرام خلينا ناخذ اي برنامج فيسبوك مثلا تويتر اي ابلكيشن. في ثلاث اشياء مهمه جدا اليوزر انترفيس اللي هو يدخلون عليه الناس ويبدون يستخدمون السيستم. لكن انا لما اي كليك على سمثينج فور اكزامبل تويتر لما ادخل واكتب تويت بعدين اقول سند لما اقول سند في شيء يشتغل في الباك اند في شيء ورا جالس يشتغل.
ياخذ التويت حقتي ويحطها في التايم لاين حق كل الناس اللي مسوين لي فولو. هذا اللوجيك، هذا اسمه البزنس لوجيك اللي هو الاكشوال بروجرامينج اللي يصير. طيب راحت في اجهزه الناس، قفلوا جوالاتهم، افتحوها مره ثانيه، التويت لسه موجوده، معناته ايش صار؟ سيفت سموير. فين؟ داتابيس، السيرفر اللي هو فيه الداتابيس. اكزاكتلي. السيرفر طبعا الحين عشان نتكلم عنها اذكرك بالشهاده. السيرفر اوكي امسل ايه هو الاسي ما امشي هنا الداتابيس. لانجويجز تدرسها هنا، كمبيوتر ساينتست او سوفت وير انجينير راح تاخذ هنا. عطني لانجويجز تسوي فيها انترفيس. بي اتش بي خلها على جنب، بي اتش بي اتش تي ام ال بيزك جافا سكريبت فيجوال. تو سمعت احد قال سي اس اس؟ وسمعت احد قال جافا سكريبت؟ ايش بعد؟ اتش تي تي بي بروتوكول راح يكون هنا. بي اتش بي الحين بتجي حطيتها هنا. اتش تي تي بي نتكلم عنه بعد شوي لو تبون. هذه لغات الانترفيس اللي فلاش. الاس بي، الاس بي تجيك الحين، خلنا هنا معاك. البزنس لوجيك اللي هو فيه اوكي انت عطيت التويت هذه راح اخذها راح احطها في التايم لاينز. هذا مسوي فولو لمحمد اوكي حطها، هذا مسوي مو مسوي فولو لا جست سكيب. اللوجيك اللي قاعد يصير مثلا انا ارسلت لك فريند ريكوست في فيسبوك يشيك هل هو قبل فريند عنده؟ اذا كان عنده فريند يصير في لوجيك، في منطق قاعد يصير هنا. هل هو فريند عنده قبل؟ اذا كان عنده فريند لا تطلع له البوتن اللي يقول له سوي لي فولو. اذا ما كان عنده، اذا ما كان له فريند قل له طلع لي البوتن عشان لما يضغط ارسل له ريكوست. ففي اتش تي تي بي هنا قاعد يقول لا مو فولوينج، لا ترى هذا فريند عنده لا تعطيه، اللي قاعد يتنقر. هذا البروتوكول اللي جالس ينقل الداتا بين الانترفيس والبزنس لوجيك. لانجويجز هنا جافا بي اتش بي اي اس بي اي اس بي دوت نت جي اس بي ايش روبي سمعت روبي سي بلس بلس سي سي شارب ما نخلص لكن لتري ما نخلص. في لانجوج اسمها جيم بالعربي يكرر طالما صواب لك يرايت كود بالعربي. هنا اللوجيك في الداتابيسز ماي سكيول حلو. ايش كمان؟ بيسكلي اس كيو ال. طيب ماي اس كيو ال از ا تكنولوجي زي سيكوال سيرفر، مايكروسوفت سيكوال سيرفر، زي ماي اس كيو ال اوراكل دي بي 2 كلها تكنولوجيز معينه تستخدم الاس كيو ال. بس البروجرامينج لانجويج هي الاس كيو ال. احد يعرف ستاندز فور ايش الابريفيشن هذا؟ ستاندرد كويرينج لانجويج. يس مين اللي قالها؟ اي سنه؟ اوريا ولا يا اخذ الكورس ها زين. طبعا معلومه جدا راندوم، لما يكون عندك مثلا تي واي تي تيك يور تايم او مثلا لا ابغى شيء فور اكزامبل هنا اس كيو ال هنا كنا نقول تيت صح او بروب فور اكزامبل. هذول كلهم ابريفيشنز بس بالانجلش ما يتسمون كلهم اكرونيمز. هذا اكرونيم لانك تقدر تنطقه تقول تيت، هذا ما تقدر تقول ما في بين حروف عرفت، فتقول اس كيو ال اسمه انيشاليزم. ففي فرق كلهم كلهم اكرونيمز بس الانيشاليزم اللي ما تقدر تنطقه. جست راندوم بيس انفورميشن جت على بالي تو. لكن كنا نتكلم تو عن الاس كيو ال اللي هي ستاندرد كويرينج لانجويج. هنا راح تخزن المعلومات،
كيف تتخزن المعلومات في اي طريقه، كيف تربط المعلومات في بعض، عشان لما انا افتح الابلكيشن انترفيس اروح اسوي كليك يصير في لوجيك بعدين تتخزن المعلومه في مكان معين. لما انا افتح التويتر تايم لاين حقي يقول اوكي محمد دخل، روح للداتابيس اسحب كل الاشياء اللي فيها، بس لا تسحب اي احد، اسحب الناس اللي محمد مسوي لهم فولو او الناس اللي مسوي لهم ريتويت عن طريق ناس محمد مسوي لهم فولو. عرفت كيف؟ فانت مو مستوعب، انت عندك انترفيس يوزر انترفيس بس لما تسوي كليك كميه الزحمه اللي قاعده تصير ورا استهبال، قاعد يصير اشياء كثير كثير. هذا السيستم اوبريتنج، السيستم قاعد يشتغل، راح يرسل ريكوست للبزنس لوجيك، البزنس لوجيك يتاكد من شيء، يروح يسال الداتابيس شيء، الداتابيس تعطيه ياخذ شيء، ياخذ عليه اكشن، اف سوي كذا، ال سوي كذا. كلكم مين هنا اوريا؟ جود. طب في فريشمان؟ اوكي ممتاز. بتاخذونها في البروجرامينج، لاني ما بغيت اتكلم عن البروجرامينج وانتم ما اخذتوا الكورس اي سي اس 102 اول كورس للبروجرامينج. راح تاخذ بيسكلي، راح تعرف ليش اسمه بزنس لوجيك، راح تعرف ايش الخطوات اللي قاعده تصير، لانه بيسكلي لوجيك منطق، اذا صار كذا سوي كذا، اما لو كان بالطريقه هذه سوي كذا. في اف ستيتمنت تتاكد من شيء، لما يتحقق الكونديشن تروح تشغل لاينز اوف كود كذا، بعدين يعتمد ارجع لنفس المكان ولا اروح لمكان ثاني. الخوارزميه هو ايش؟ الخوارزميه هو الكود بس انه مكتوب بكتابه، اللي هو الخطوات اللوجيك نفسه. بس ايش فرق الخوارزميه اللي هو الالجوريثم عن البروجرامينج لانجويج؟ البروجرامينج لانجويج يفهمها الكمبيوتر، احنا عندنا ناتشرال لانجويج. اكزاكتلي بس في ناتشرال لانجويج اللي هو اللي قاعدين نسويه الحين، وير اكستشينجينج انفورميشن بكلام. انا قاعد اعطيك خطوات، ممكن اعطي ريكوست او اعطي كوماند، اقول مثلا افتح الباب الله يعافيك، اي جيف ريكوست يتسوى الريكوست، ذاتس ناتشرال لانجويج. في هنا البروغرامينج. اوكي ذيس از انترستينج. ايش اخر خطوه لما نتكلم على الكمبيوتر؟ ام سوري، لا في اسمبلي، ايه في اسمبلي يس، وفي باينري اللي هو 01. طيب 01 في شيء هنا، هذول كلهم جايين هنا. ام سوري اللي ماشين كود اللي هو الاسمبلي. يعني ما تقدر تكتب صفر واحد برنامج كم كتاب. يو كان دو ذات، ترى يو كان دو ذات. استهبال. يس ام سوري. كونفرتر يحولها الاسمبلي، بعدين كل اللي تكلمنا عنهم ذي فيت هير اللي هي بروجرامينج لانجويجز. وفينا الناتشرال لانجويج. وانا اتكلم الحين كل شوي يجي على بالي شيء من الساينس. في ساينتست قالوا خلنا ناخذ الصوت لما يتكلم احد وانالايز ات ونحوله الى بروجرامينج لانجويج. البروجرامينج لانجويج من الجهاز في هنا كونفرتر يحوله الاسمبلي، بعدين يروح 01. بس من الساينتست اكتشفوا السبيتش اناليسس او سبيتش ريكوجنيشن، لما اتكلم اقول مثلا كول فلان يتصل عليه، انا تكلمت بالناتشرال لانجويج، بس الساينس وصل لمرحلة انه اقدر احلل كلامك. جو انجينيرز قالوا اوكي اقدر احلل كلامك، طب خل احلل الكلام يتحول التكست ينرسل هنا صار في ابلكيشن. عرفت؟ فلما انا اتكلم بالناتشرال لانجويج يتحول لوحده من البروجرامينج لانجويجز هذه، بعدين يروح للاسمبلي، بعدين يوصل الى 01 which is electrical pulses، كهرب ينفصل كهرب يرجع، ذات 01. 0 ما في كهرب، 1 كهرب وصل. هنا راح تاخذ كورس اذا كنت سوفت وير انجينير او الكتريكال. هنا كل الكتريكال سي او اي كمبيوتر ساينس او سوفت وير انجينير. مو متاكد الكمبيوتر ساينس ياخذون سي او اي توتو. اوكي هنا في كورس سي او اي توتو، ما اذكر انهم ياخذونها بس انترستينج. الاسمبلي لانجويج اي سي اس 233. اللي بيتخصص منكم سوفت وير انجينير او كمبيوتر ساينس أو كمبيوتر انجينيرنج اكشلي راح يشوف فرق عظيم، وراح يشوف ان الكورس هذا ثقيل دم. يقول دائما الشباب يقول اثقل كورسات يجيب الهم ثقيل، ليش؟ لان الجامعه تدرسنا البروجرامينج لانجويجز هذه اول، اللي مثلا تسوي شغله كذا، بعدين قبل ما تتخرج لما خلاص تشيب ومالك خلق الدوام ويلا تحضر، تجي تروح لشيء
اللي كنت تسويه بلاين واحد تسوي مثلا 12 لاين، تقول كمان لوب خلاص خلصنا، ليه اقعد اكتب 12 لاين اوف كود؟ عشان كذا الناس يستثقلون هالكورس. بس اتس انترستينج، اتس ريلي انترستينج. في ناس كثير يمسكون الاسمبلي لانجويج كورس يتحمسون عليه يكملون فيه ريسيرش، كمبيوتر ساينتست ولا كمبيوتر مينلي كمبيوتر انجينيرنج، اللي هنا كمبيوتر انجينيرنج، الكمبيوتر ساينس دايم في الهاير ليفل في البروجرامينج لانجويجز. في واحد من الشباب اذكر اخذ كورس بروجرامينج لانجويجز في الجامعه، هنا موجود، موجود الكورس انت اللي اخذته انت برا، في كورس بروجرامينج لانجويجز. راح تلاحظ لو تتعلم ون بروجرامينج لانجويج راح بسهوله تتعلم كل شيء. التفحيط راح يكون في الجافا او في الكمبيوتر، في لما تدخل واحده من التخصصات الثلاثه راح تاخذ كورس جافا، تفحط شوي لانه قاعد تتعلم شيء جديد وحلو، مره حلو الكورس، من اجمل الكورسز 102201 اللي هو البروجرامينج ان جافا، مره حلوه. بس راح توصل لمرحله بعدين انه خلاص فهمت كيف البروجرامينج يصير، بي اتش بي عطني بي اتش بي، بس تفهم كيف يصير الموضوع وتتعلم. اشبهها لك بزي الطفل لما يتعلم لغه بعدين يسهل عليه يتعلم باقي اللغات، بيكز اللي قاعد يصير لما اتكلم معاك الحين انه في ايديا في مخي وقاعد اوصل لك اياها سواء بالعربي او انجلش. البروجرامينج لانجويجز انت قاعد تسوي شيء جديد، تتعلم لغه من جديد او تتعلم طريقه تفكير جديده، لما تتعلمها بطريقه معينه تقدر تستخدم اي بروجرامينج لانجويج ثانيه. لكن اللي هنا الاسمبلي بريميتيف، بدائيه اكثر، في اشياء كثير الجافا تقول لك ما عليك روح انا اسويها لك، بس اكتب لي كذا وانا اكمل، عرفت؟ اللي يصير في الجافا انك يدو ون كوماند بعدين يترجم الى مجموعه كوماند في الاسمبلي بعدين يتحول الى سلسله اوف زيروز وونز في الباينري. ف اي هوب انه وضح اتليست المين كومبوننتس في اي سيستم اللي هي الانترفيس، بزنس لوجيك، وداتابيسز. واتمنى انه وضحنا ايش الفرق بين الانجينيرنج والساينس جنرالي، وايش الفرق بين الكمبيوتر ساينس والسوفت وير انجينيرنج. في اي احد عنده اي سؤال عن هذا قبل ما بعدها بتكلم بس عن اللي قاعد يسوي في الدوام؟ نعم. سم. الله يسلمك. بغيت اسال عن البروجرامينج لانجويج. اوكي. الحين لو ايش ما تحول دايركت للباينري، ايش لازم الاسمبلي؟ شوف اللي قاعد يصير انه لما تكتب انت البروجرامينج لانجويج اصلا انت قاعد تستخدم برنامج اسمه كومبايلر او انتربريتر. في بينهم فروقات راح تدرسونها في الكورسز حقت الويب ديفلوبمنت. اللي قاعد يصير ان الكود اللي قاعد تكتبه انت قاعد يتخزن باينري، بس تو اكسكيوت تو رن ات الباينري هو اسهل شيء لانه هو النيتف لانجويج حقت البروسيسر. البروسيسر لغته الام 01، عطني كهرباء افصل عني كهرباء، لا تقول لي شيء ثاني. في عندك شيء تبغى تعطيني اياه، خل هذه يفهمني اياه، هذا لاير معينه. ليش التفصيل هذا قاعد يصير؟ يس بس بس ليه اكزاكتلي بس السؤال هنا مره حلو، ليه ما نقول بروجرامينج لانجويج بعدين 01؟ صح الله عليك. لو تدري وش اللي يصير لو مثلا قلنا ما في الشباب اللي هنا، خلينا نقول مثلا بروجرامينج لانجويج بعدين باينري على طول، او ناتشرال لانجويج بعدين، لا خلينا بروجرامينج لانجويج بعدين باينري على طول. لا مو راح يصير اخطاء كثيره لما انا ام سوري تكون صعبه هذه. لا خليها، قل مثلا جافا، اكتب جافا زي ما هو بالضبط بعدين اقول رن، ليه ما يروح 01 على طول؟ ليه ما يتحول لاسمبلي؟ تدري ليه؟ كيوزر او كبروجرامر انت ما راح يفرق عليك، بس اللي الساينتست اللي بيسوي بروجرامينج لانجويج جديده راح لازم يفهم كل لاين بالزيرو والون. بس قالوا لا، تعرف لما تشبك فيش بالكهرب على طول تقول لا لحظه خلني احط فيش بالنص وابدا اقدر اغير الفيش اللي بالنص مهما كان اللي فوق، عرفت؟ فالبلاج اللي بالنص اللي هو الاسمبلي لانجويج. فمهما خلاص الاسمبلي لانجويج كانه قاعد يقول لك خلاص لا تشيل هم اللي تحت، انا راح افهمه، عندك الاشياء هذه ابيك تفهمني اياها انت. بس طيب زيرو ما لك دخل، انا راح افهم اللي تحت، انت بس عندك ريكوست معينه راح اسوي لك اياها، لا تشيل هم اللي تحت، عرفت؟ لكن ممكن زي ما قلت سر الطريقه. بس قبل كان في سؤال هنا. ايوه روح. انه برضو الباينري 01 تعتمد على البروسيسر، فمو كلها ثابته. اكزاكتلي. فالاسمبلي يحولها. اكزاكتلي الله عليك. راحت عن بالي السالفه، في انواع بروسيسرز مختلفه. اللي بياخذون كمبيوتر ساينس اي سي اس 233 راح يتعلمون نوع من الاسمبلي اسمه ميبس. طيب؟ حقين الكمبيوتر انجينيرنج يتعلمون شيء ثاني اسمه انتل. تو ديفرنت اسمبلي لانجويجز.
ليه؟ لأنه البروسيسور إذا كان يفهم مبس لازم تكتب له في المبس، إذا كان يفهم انتل لازم تكتب له في انتل. فتخيل لو أنا بسوي برنامج لازم أسوي البرنامج مرتين، زي مرة أسوي الماك مرة أسوي الويندوز، لا تخيل ليفل لور لازم أسوي للبروسيسورز اللي فيهم مبس، لو كانوا ماك راح يكون غير، راح يكون عندي أربعة، واحد للبروسيسورز اللي فيهم ماك لكنه انتل، واحد للبروسيسورز اللي فيهم ماك لكنه مبس. شفت برنامج تشغيل هذا هذا المشكلة عرفت؟ فليش نسوي اللايرز هذه؟ عشان على طول أسهل، خلاص أنا ما لي دخل باللي يصير فوق، أنا بس just worry myself بشغل نفسي باللي قاعد يصير هنا، أو بشغل نفسي بالأسمبلي هذه، ما لي دخل مش قاعد يصير تحت. قلت وضح هذا؟ كان في سؤال هنا. ما حد يشتغل على 01، يعني انك يو اكشلي ست تكتب 01 تخيل الكيبورد في زرين بس. اللي قاعد يصير انه الباينري لانجويج الناس اللي سووا الاسمبلي هم اللي اشتغلوا على الباينري لانجويج، الناس اللي سووا البروجرامينج لانجويجز هم اللي اشتغلوا على الاسمبلي. بس انت كبروجرامر بتسوي لي مثلا ايفون ابلكيشن اندرويد ابلكيشن راح تشتغل على هذول. اتليست هذه اقرب شيء للناتشرال لانجويج لانها كلها مثلا if this then do this else do this، مو مثلا يعني لو اشتغلت على اسمبلي بتشوف اد كاش دور كانت كذا اذكر كانت ريديكولس مو واضحه ابد كذا مثلا اد ار 2 فاصله حتى احيانا تشوفها بالضوابط حقت النواقص. I think yes. Yes yes exactly which is weird. زين لو كذا ما فهمته تدري هذا إيش بالضبط؟ البروسيسور نفسه في ريجستر اللي هو مكان تخزين العنوان حقه R2 والعنوان حق هذا R3. لو رحت للبروسيسور هنا نقسم كذا هذا R2 هذا R3 طيب هنا في باينري 011001 هذا رقم بالأخير يتحول مثلاً 13 أو 14 وهنا في رقم ثاني 11001 لما تعطي ريكوست هذا ياخذ هذا وهذا ويجمعهم مع بعض من اللي يجمعهم البروسيسور. طب انا كل اللي بسويه ابلكيشن يسوي لي سيرش اسمه مطاعم ليش اشغل نفسي بهالاشياء؟ الناس اللي هنا الفنانين قال روح ما عليك انت بس ايش اشتغل جاره لا تشيل هم اللي تحت. فشغلك راح يكون بيسكلي هنا لان هي اقرب شيء للناتشر لانجويج. من ناحيه لغات البرمجه يعني لا كان السؤال مره تفضل بس معي انت قلت كطفل يعني okay. تتعلم اول لغه okay. لو تتعلم يعني لو تتعلم لغه ثانيه ولا شيء لازم يتعلم الفوكاب حقتها والجرامر وكل شيء فما راح يصير لخبطه بين اللغات. راح يتعلم الفوكاب مو الجرامر. الجرامر في البروجرامينج لانجويج اسمه سيمانتكس طيب وفي شيء اسمه سينتاكس. السيمانتكس اللي هو الجرامر في البروجرامينج لانجويجز كلهم الجرامر واحد. لما في اف الس في لوب في مين كومبوننتس في مين رولز كل البروجرامينج لانجويجز تسويهم. في لانجويجز يكون فيها زياده بالجرامر بس مو الجرامر غير. كيف تروح تسويه هو يعني مثلا اعطيك اكزامبل في العربي وفي الانجليش وفي الفرنسي في فعل وفاعل ومفعول في سبجكت واوبجكت وفيه الفعل اتسلف لكن كيف تقولهم كيف استراكشر هو في السنتاكس. فلما تتعلم مثلا جافا ممكن اوريك كود الحين ما تقدر تعرف هل هو جافا ولا سي شارب because they're almost the same. ايش الفرق؟ details مو لازم تشغل نفسك فيها الحين يعني you'll take it to the coffee. بس في بينهم فروق مثلا اللايبريز اللي الجافا تستخدمهم الجافا تركب على كل الابليكيشنز. بعطيكم معلومة عن الجافا حلوة بس كانوا كان في سؤال هنا. الحين كان الكورسات يس يس. طيب الحين لو كان في عمل دبل ميجر اوكي ايش اطلع بالاخير؟ كمبيوتر ساينتست سوفت وير انجينير بنفس الوقت. اوكي المجال اللي اشتغل فيه يكون ساينتست ولا انجينير كيفك يو ديد ذات. بس سم بيبل دو الدبل ميجر عشان تكون بوست للسي في حقتهم بعدين يروح للشركات يقول شفني انا عندي دبل ميجر ذس از ان انديكيتور اني انا ولد كويس عرفت فاعطوني راتب اكثر. اتس ون واي. Sometimes تقول لا والله أنا درست both راح أكون scientist وكل اللي درسته في software engineering هذا knowledge عندي ممكن أستخدمه في research حقي يسهل لي أشياء. لأنك لو كنت computer scientist لازم راح يمر عليك كم باقي لنا وقت 10 دقائق 5 ونخلص لازم تمر على أشياء
تفهمها. فلو سويت دبل ميجر، لكن اتليست على ايامي في الجامعه الى السنه اللي راحت قبل ما اتخرج كان مو مسموح انك تسوي دبل ميجر سوفت وير انجينير كمبيوتر ساينس، لانه في مو مسموح صح؟ اي لانه في الفرق الساعات بينهم شوي صح؟ يس. اي لازم في فرق يا يعني الظاهر كم 15 و17 كريدت السوفت وير انجينيرنج في الجامعه كان بروجرام من الكمبيوتر ساينس. فيا سم طيب الحين يعني قدي سوا يعني لو تاخذ السوفت وير ولا يديك تاخذ دبل ميجر في الاثنين بالجامعه؟ لا اقول لك لا الجامعه تمنع هالشيء لانه الديفرنس ساعات الفرق بينها 15 و17 كريدت بس. طيب لو بغيت اغطي الاثنين غطيتهم ما راح يعطونك شهاده، بيصير عندك الكتيفز او اوفرلود مواد زياده اخذتهم على الخطه. بس ليش تشقي نفسك؟ يعني في كورسز كثيره بالكمبيوتر ساينس انا لما كنت ادرسهم اقول مو انترستينج. يعني انا سوفت وير انجينير الكتيفز حقاتي كل المواد الاختياريه كلها اي سي اس، كلها في الداتابيس لاني تحمست على الفيلد، تحمست على المجال. في ناس كثير كانوا يقولون احنا يلا اخذنا الكورس المطلوب مننا، قاعد تاخذ كورسين الكتيف زياده. فالكورسات الكتيف انت خذ اللي يعجبك. لو اخذت كل شيء في كورس بتمر عليهم تقول اوكي اي ابريشيت ذس، في ساينتست سووا هذا، في ناس طبقوه، بس ام نوت انترستد، مو عاجبني. في سؤال هنا. طيب لو اخذ الاي سي اس مو عندنا بالجامعه بس افتحوا السنه هذه. واحد من الشباب كان يقول الحين ماي انترستينج. وين عبد الله؟ هو يعرف المرضي موجود؟ لا ويل تشيكت بس ماني متاكد. البراك سالي؟ مدري باختصار الدبل ميجر، على كلام واحد الحين ماستر واخذ دبل ميجر اوكي يقول لي ما تفرق معك تاخذ وظيفه نهائيه من ضمن البلد مكان واحد. يس يس هي راح توظفك بشهاده واحده، بس لما يكون عندي هو الفرق لما تقارب بين التخصصين حتى لو ما كنت اقارب بس it's an indicator، هو مؤشر انه this guy is good he did two majors وتخرج بنفس الوقت وبفيرست مثلا او سكند او ثيرد اونرز ديجري، this shows ان الولد عنده potential. فلما تقول لك يعني هم بيوظفونك على شهاده احسن اي وي سيد ذات انه ما تقدر تسويه بس ولا ماينر اوكي الكرسكشن مره 36 ولا يا يس ف يو سي ذاتس ذا بوينت. بس انك مثلا خل اصير انا سوفت وير انجينير وكيمستري، او في ناس يروحون مثلا ياخذون الكتريك انجينيرينج وفيزكس ويتخرجون قريبين من بعض، لان الفيزكس از ساينس قائم عليه الكتريك انجينيرينج. ممكن بالجام اي مثلا الغوثي الكتريك انجينيرينج الظاهر صح؟ يس سيوي مع الاي سي اس في انترسكشن. بس الفكره انك لما تاخذهم في واحد الشباب قال انه ما تفرق، بس هو اللي يفرق انه اتس ان انديكيتر توري الشركه انه لوك ام جود، مو عاجبك ابروح مكان ثاني وممكن يقدرني. ذاتس ذا ايديا. بس انه ايش راح تتوظف عليه؟ راح تتوظف على واحده من الثنتين، ما راح تتوظف على كل الشهادتين. بس معليش ام سوري يا تذكرون اللي قلنا تو ريكويرمنتس ديزاين امبلمنتيشن تيستينج وبروجكت مانجمنت. لما تتخرج سوفت وير انجينير انا في الشركه اللي انا فيها الحين اقدر اشتغل ريكويرمنتس بزنس انالست، اللي انا اروح مع الكلاينت اجلس معه اشوف ايش يبغى بالضبط، او سم تايمز ادري ان عنده مشكله بس ما هو ما يعرف الحل، فانا ستارت بروبوزينج سولوشنز اعطي حلول للمشكله، بعدين اتاكد هل التكنولوجي تقدر تسوي هالشيء. ممكن اشتغل ديزاينر سيستم انالست، ابدا اترجم نفس واحد من الشباب قالته اترجم المتطلبات بلغه المبرمجين، بعدين ممكن اصير بروجرامر I actually develop systems. إذا programmer أشتغل وين؟ ممكن interface designer، ممكن أشتغل جافا أو ASP developer، ممكن أشتغل في الداتابيس. فمن ناحية وظائف اللي يقولون تخصص ما في وظائف مدري إيش، you'll find jobs everywhere بأي مكان. يعني it's not hard. بس أرجع أقول لك just put in mind هل أنا أبغى أكمل في الساينس ولا في الإنجنييرينج ولا في جوب بوزيشن معين في بالي ابغى اشتغله. يعني انا ايام الجامعه كنت مفكر اني ابغى اشتغل في الداتا بيسز لانه عجبني الفيلد، بس لما طلعت قلت ميبي نوت، غيرت بالي غيرت رايي، والحين شغال بزنس اناليسيس في الريكويرمنت سبيس. ام انجويينج ات، ام بلانينج تو موف اون، بكمل يعني سواء اني اكمل ماجستير وارجع اكمل ريسيرش في السوفت وير انجينيرنج لاني ام باشنت اباوت الفيلد اتسلف.
ممكن اكمل واصير ادرس مثلا في جامعه سوفت وير انجينيرنج، او سام تايمز اقول لا ودي اكمل كونسلتنج استشارات، which is part of the software engineering اللي اول شيء الريكويرمنت اللي هو الكونسلتنج. فاجين ارجع اقول دايم خلي اللي يحكم اختيارك للتخصص رغبتك، واتس نيفر تو ليت انك يو سويتش باث. اذا مو عاجبك المكان اللي انت فيه جست خطوه على اليمين وكمل، لا توقف مكان سد عليك شيء فيه. والله يوفقكم. I'll just put جوالي و my information ايميلي if you need anything if you have questions على الميجرز على التخصصات البلان وش اخذ كورس قبل كورس I'm just send me an email و I'll get back to you. هذا إيميل الدوام. لو بعدين if you're interested في الشركة أو أي واحد من الشباب الموجودين حتى السينيورز والجونيورز send me your CV I'll just pass it لل HR. هذا إيميلي وهذا تويتر كان حقي. If you need anything I'm here. الله يعطيكم العافية. خلصنا ولا؟ الله يسلم عليك. الله يسلمك.